ضمن خطة العودة الشاملة، تم تنسيق إجراءات سفر أكثر من 470 مسافر كويتيا من المملكة المغربية الشقيقة، وتم ذلك عبر رحلتين جويتين، الأولى كانت عبر نواكشوط والثانية ستصل مرورا بدكار السنغال لنقل بعض المواطنين هناك بالإضافة لمن هم في المملكة المغربية. برعاية شاملة من أمير دولة الكويت المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وحرصا من وزارة الخارجية الكويتية، سيصل أكثر من 470 مواطنا كويتيا قادمين من المملكة المغربية. عودة هؤلاء المواطنين كانت عبر رحلتين، الأولى وصلت على متنها ما يقارب 280 مواطنا، والثانية ستصل وعلى متنها ما يقارب 170 مواطنا. نشكر قائد الإنسانية سمو الأمير الشيخ صباح الله يحفظه على حرصه على تواجد أبنائه العالقين في دولة الكويت. كان هناك تنسيق رائع جدا، لمسناه خلال الشهر الماضي اللي كنا موجودين فيه في المغرب، مع العلم أن المغرب فرضت حظر التجول الشامل، لكن مع ذلك كانت الوقفة من حكومة الكويت ومن سفارة دولة الكويت كانت وقفة رائعة جدا، وكان التعاون من السلطات المغربية تعاون رائع جدا. الرحلة الأولى شملت العوائل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وانطلقت من مدينة الدار البيضاء وعبرت نواكشوط الموريتانية، فيما الثانية ستمر عبر الدكار السنغالية لنقل بعض المواطنين بالإضافة لما تبقى من السياح والعائلات التي كانت في مأمن بالمملكة المغربية إبان وقبل تفشي فيروس كورونا. تيسرت أمورهم وغادروا إلى الكويت، والشكر موصول للإخوان في الكويت والجهات المختصة والإخوان في المغرب اللي سهلوا لنا الكثير من الأمور ولم تستغرق إجراءات السفر أكثر من ساعة ونصف، وطارت غادرت الطائرة في بموعدها المقرر تقريبا. أبناء البلاد عادوا إذن للوطن الذي حن إليهم كما حنوا إليه، لتجتمع العائلة قبل شهر رمضان الأبرك بعد فراق ولو قصير بسبب جائحة كورونا اللعينة. عاد إذن المواطنون الكويتيون للبلاد لتعم الفرحة من جديد بين الأهل والأحباب بعدما كاد فيروس كورونا أن يفرقهم ولو لوقت قصير. لتلفزيون دولة الكويت، عبد الله الشهاب، الرباط.